في العاصمة العالمية للكتاب. عرس ثقافي بدورة جديدة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 38 تحت شعار افتح كتاباً تفتح أذهاناً. لقاءات مع كتاب ومؤلفي ودور النشر، بالإضافة إلى مسابقة أطفالنا والكتاب. كل هذا وأكثر تجدوه في برنامج أطفالنا والكتاب. أخوي راشد، برنامجنا بدأ. يلا نبدأ وياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم ونحييكم أخواني أخواتي في حلقتنا اليوم من برنامج أطفالنا والكتاب. صفحة جديدة وحلقة ممتعة نقدمها لكم أخواني وأخواتي من برنامجنا أطفالنا والكتاب، اللي يستمتع فيه كل كبير وصغير من البرامج اللي قدمونها لنا معرض الكتاب. وطبعاً كل المرح والتعليم تحصلونه هني أخواني أخواتي بين أروقة المعرض، خلكم يانا. مايد، شو رأيك ندخل؟ أنا وايد متحمس. أكيد أخواني أخواتي، تابعوا زميلي راشد عمران بعد الفاصل واللي بيتجول بين أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب. أخواني وأخواتي، حضور جميل ولافت من قبل أخواننا الأصدقاء في ورشة استكشاف العلوم. أخواني وأخواتي، من بعد ما شفنا هاي التجربة خلونا نتعرف على هاي الورشة أكثر من خلال الأستاذ ثامر مريان. السلام عليكم أستاذ، ممكن تخبرنا أكثر عن هاي الورشة؟ عليكم السلام. طبعاً هاي الورشة استكشاف العلوم، بنعمل تجارب علمية للأطفال، منها بنعرفهم عن الحمم البركانية، كيف ممكن نعمل حمم بركانية، ألعاب نارية بسيطة بطريقة علمية، وكمان بنعمل مثلاً سلايم عن طريق البركان، بيعملوا بركان، فبعد البركان راح يصير ينتجوا سلايم من إيديهم، بصنعه باستخدام المواد العلمية اللي عندنا. أخواني وأخواتي، بعد ما تعرفنا على الورشة أكثر من خلال الأستاذ، خلونا نشوف آراء أصدقائنا في هاي الورشة. سألكم، ممكن تعرفينا عن نفسك؟ هي أنا اسمي فطيم. ممكن تخبرينا يا فطيم، شو استفدتي من هاي الورشة وشو كانت بالنسبة لك؟ بالنسبة لي إن هاي الورشة حلوة ونستفيد منها. التجربة اللي عجبتنا أكتر إن كيف لما إحنا مثلا نجيب فقاقية، ونحن نسوي مثلا لما نسوي فقاقية وإشي يعني بينفجر أو إشي زي هيك، لما ندس عليه إشي مثل اسمه كربون دايكسود، هاي إشي مادة بتكون جوا البابلز، هاي عبارة عن غاز، لكن إحنا بنشوف اسمه دراي آيس. تعلمت انه كيف نصنع بركان، لما عملنا بركان حطينا موادات، بعدين لما انا تفاجأت عملوا سلايم بالبركان، كيف هذا صار لما عجلناه بعدين صار سلايم. اخواني اخواتي، بعد ما انتهينا من هالورشة ننتقل الى فقرات حلقتنا الجاية. أعزائي المشاهدين، معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 38 يقدم لنا العروض الممتعة للأطفال وللشباب، باختصار لجميع فئات العمرية. خلونا نتابع مسرحية موكلي اللي بتنعرض بعد قليل. من بعد ما تابعنا المسرحية مع بعض ننتقل لباقي فقراتنا، ولكن بعد الفاصل. أخواني أخواتي، رجعنا لكم مرة ثانية مع مسابقة برنامج أطفالنا والكتاب. سؤال حلقتنا اليوم يقول: ما هو شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 38؟ خلينا نتعرف على متسابقين اليوم. السلام عليكم، عارفين عن نفسك؟ أنا مريم. زين، خبرينا مريم، تحبين تشاركين في مسابقتنا؟ إيه.
سؤال المسابقة يقول: ما هو شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 38؟ افتح كتابا تفتح أذهانا. أكيد؟ أكيد. إن شاء الله تفوزين يانا وانتظرين السحب. شكرا. سؤال المسابقة يقول: ما هو شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 38؟ افتح كتابا افتح أذهانا. افتح كتابا تفتح أذهانا. افتح كتابا تفتح أذهانا. سؤال المسابقة يقول: شو هو شعار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 38؟ افتح كتابا تفتح أذهانا. أخواني وخواتي، يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب بوابة للكتاب الصغار لطرح مؤلفاتهم خلال أيامه. خلونا نتعرف على الكاتبة الصغيرة ريم الشعالي في فقرتنا التالية. أنا وايد سعيدة لأن هوايت مها هو أول كتاب أنا كتبته، وهو يتكلم عن بنت هوايتها أن تكون لعبة جمباز متميزة وايد. بس أول ما دخلت نادي الجمباز كان في بنتين يتنمرون عليها، بس بعد ما فازت عليهم هم وايد زعلوا منها ويعني حسوا عمارهم فاشلين. أنا كنت أشجع الأطفال إنهم حتى لو خسروا يكملون في الأشياء اللي هم كانوا ياسين يسوونها وما يزعلون. أنا في البداية كنت وايد متوترة لأن هاي أول مرة، بس بعدين حسيت إنه يعني عادي وخلاص. رسالتي إن الإنسان يمارس هوايته ويجتهد فيها. أخواني أخواتي، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج أطفالنا والكتاب. أخوي مايد، قبل لا نختم الحلقة تخبرنا من الفائز في المسابقة اليوم؟ أكيد أخوي راشد. وشو هي الإجابة؟ الفائزة والفائزة معانا اليوم في برنامجنا أطفالنا والكتاب يا أخوي راشد وأصدقائي المشاهدين هي مريم عبد الرحمن آل عيدي. طبعاً جائزتنا هي 500 درهم مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من تلفزيون الشارقة. وإجابتنا لسؤالنا اليوم: افتح كتاباً تفتح أذهاناً. شكراً لك أخوي مايد. شكراً لك أخوي راشد على تغطيتك لحلقتنا اليوم من برنامج أطفالنا والكتاب. نشكركم متابعينا الكرام على متابعتكم من حلقتنا اليوم من برنامج أطفالنا والكتاب. مع السلامة. مع السلامة.